السلام على محيي المؤمنين ومبير الكافرين، السلام على مهدي الأمم. بل يغيره لو كل واحد رجل دين بشارع يغير لتغير العراق وأصبح العراق جنة الخلد. لماذا أصبح رجل الدين لا يقام له صدقا وليس يقام له وزن إذا مر بشارع؟ كان رجل الدين يدوس على القاع تهتز. من هو اللي فعلها؟ الأحزاب الدينية، مو رجل الدين. خليكم بعلمكم، أسقط الدين بالضربة القاضية. خوش واحد يقول لك يسبح الليل كله والنهار كله وتلقيه من يطلب العلي بن أبي طالب يبكي، وعبرتها تقول عين البعير وأكبر حرامية وأكبر القتلة، شو بيسوي؟ وتلقي لك واحد عط بطل ويسكي قدامه، من يقول لك باكر يعني باكر، شو تقول؟ تقول عمي هذا يشرب عرق ولكم وصدق، وهذا سبعته 401 وما عنده شيء صدق. يسقط الدين بهاي الحالة، يسقط الدين. عيب علينا نقول الشيعي ما يبوق والشيعة حرامي، عيب علينا الناس تذكر الماضي بخير والماضي كان جاثع لقلوبنا، لان احنا دجالة وكذابين ومنافقين. طلعت 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 ريحتنا، طلعت ريحتنا من السفالة والخسة والسرقة والتدمير. تدرون ليش؟ ما عندنا رادع يربطنا، ومو عبيد للإمام الحجة. احنا عبيد إلما لأحزابنا، عبيد للإسرائيلي. إسرائيلي تريد تتبرع عنا مال الكورونا وبلداننا، وتريد تطينا تجربتها مكافحة الكورونا. سؤال، يعني إسرائيل وين واصلة للعراق؟ واصلة لتخومة. شو ما شفنا جهاز من أجهزتنا ألقى القبض على إسرائيلي؟ يعني ماكو اسرائيلي؟ لا 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 لا، يقينا الاسرائيلي انقلب صار ايراني. تدرون الضابط اذا راح لاسرائيل 100 مرة ما ينسأل، واذا راح يسأل اذا راح للامام الرضا يودون عليه يقول له ايش عندك بايران؟ احنا وصلنا الى هاي الدرجة من الحضيض. لذلك اخوان، حينما نصل الى الحضيض بعد ما نقدر نستعيد عافيتنا. تدرون ليش؟ فاقد الكرامة لا يستطيع أن يشتري كرامة. كل شيء تقدر تشتريه بس الكرامة ما تقدر تشتريها. أو إحنا سالفة غوار الطوشي يبيع عوزنا كرامة. دكتور، وصلنا لختام الحلقة، شو بتحب توصل المشاهدين؟ إخوان، إذا كان الدين لعقا على ألسنة الناس فاعلم أن الذي جعله لاعقا هم من يدعون الدين. سألت فلاح لماذا لم تذهب إلى القرية؟ قال لا أريد أن أترك صديقي. التفتت قلت له أنت زوجتك ماتت وعندك وليدات اثنين وياك، من هو صديقك؟ ما عندك صديق. التفت علي قال لي ما أريد أترك صديقي، ورجع يشتغل. تحشرت به. قال لي في يوم من الأيام أصابني مرض، وأنا كنت ما أقدر أقوم، مرتي ماتت وأولاد صغار وعندي كلب، الكلب يجي عوي ما عنده أكل أطيه، وفي يوم من الأيام إذا الكلب يجيب لي بالليل بطة، وأنا مريض منهك وعدل البطة يعني ما محجك كامشها كمش، خلاها قدامي ويقينا الطير إذا خلاها قدامي وحط رجل عليها. فأنا رحت بهذا مرضي، سويت أكل بيها يعني هلستها وخر نظفتها أطيتها ما أكل. ثاني يوم ما عندي اكل، لازم اكل هذا اللي اعطيته اياه وما اكل، هو خضل قدامي 3 ايام بدون اكل لاني انا فد يوم اعطيته خبزه. واحنا تركنا علي بن ابي طالب من اول يوم
شلون تردون؟ هذا كلب ما خان ربه واحنا عندنا عقل وفضلنا على سائر المخلوقات. كسر خاطره هذا، كسر خاطره وما خانه، واحنا اعطانا علي بن ابي طالب كل شيء وخناه، اعطانا كرامه، اعطانا شرف، اعطانا عزه، اعطانا نماس، رحنا لاسرائيل وصرنا عملاء عند الاجنبي. وتعرفون العميل مو ضابط، دير بالكم تقولون ضابط، العميل هو الخسيس.